بسم الله الرحمن الرحيم. الرسمة النهاردة عبارة عن كنترول الليفر، الكنترول الليفر ده عبارة عن التفاصيل بتاعته مكتوب هنا Assemble all parts through to scale 2:1. مطلوب ايه بقى؟ Section elevation side view plan. بعدين هنا مكتوب ايه؟ Assume any missing data، يعني اي بعد مش موجود ممكن تفرده. ده طبعا الجزء الكبير اسمه ليفر، مصنوع من كاست اير نمبر اوف 1. الابعاد بتاعته واضحه، دي عبارة عن مجرى بنسميها مجرى خبور أو كي واي. البعد 27 كله، أما القطر ده كام؟ 24، يعني المسافة من هنا لهنا 3 مللي. العرض 8. بعد كده نتكلم عن العمود اللي هو الشافت، مصنوع من ستيل نمبر اوف 1. دي عبارة عن مجرة الخبور برضو، العمق بتاعها 3 مللي، العرض 8، الطول كله 37. ده عبارة عن فتحة الغوص M6، يعني القطر الكبير 6 مللي، اللينس 12 مللي، يعني المسافة من هنا لهنا 12 مللي. الدريل معناه ان الفتحة الصغيرة دي 94، يعني ممكن واحنا بنرسمها نخليها 5، لكن اللي بيرسمها على الاوتوكاد يجب ان تكون 4.72. اما لو انت هترسم على لوحة فممكن نخليها 5 مللي. العمق، عمق الفتحة من اول هنا لغاية هنا كام؟ 14. الزاوية دي هي اصلا واسطة البنطة 118 درجة، لكن اللي هو بالنسبة للأوتوكاد تترسم ب118، أما بالنسبة على اللوحة تترسم 120. الزاوية دي 120، يعني دي كام؟ 30، دي 30. القطر هنا كام؟ 24. هنا ده بنسميه ليفر بين، برضه مصنوع من ستيل نمبر 1، المطلوب 1. ده عبارة عن كورة، هي مكتوب اس بي اتش، يعني سفير 18، يعني نص القطر، يعني لو انا جيت عايز اقيسها اهو 18، يعني القطر كله 18، يبقى نصف القطر كام؟ 9. يبقى سفير 18 معناه يقصد القطر كله 18. ده القطر كام؟ 20. فتحة دي 5 بـ3، ده عبارة عن البولت ام 6،
ام 6، يعني القطر ده كله 6. ممكن ناخد ده نص ملي، ده نص ملي، المسافة دي نص ملي، دي نص ملي، ممكن نعتبر ده برضو نص ملي، يعني الزاوية دي 45. المسافة بين الفلات والفلات 10، يعني ارسم دايرة كده 10 ملي، وبعدين ارسم بواسطة المثلث بزاوية ايه 30 درجة، اهي 30 درجة من او 60 كده. بينما الاوتوكاد ممكن ارسمها باستخدام اللي هو البوليجون. ده البن 6، رقم 6، بن مصنوع من ستيل نمبر اوف 1، دي عبارة عن ووشر رقم 5، اصلا عبارة عن ووشر او وردة، وده اللي هو الكي مصنوع من مايلد ستيل نمبر اوف 1. الغرض من التمرين ده ان انا اجمع هذه الاجزاء كلها. نيجي هنا، هي الاجزاء اهي، بعمل قطاع. طبعا قلنا ان الويب ما بيتقطعش، وايضا العمود نفسه ما بيتقطعش لان ده مصمت. نيجي عند الجزء اللي فيه هول، ممكن نعمل قطاع بنسميه partial section. partial section ده عبارة عن ال elevation، ده ال side view، ده ايه plane. طريقة التجميع ان انا بوفق ابعاد مع ابعاد، يعني مثلا ده ايه 12، ده فاي 12، يبقى ال 12 يخش ده مع ده، يعني لو انا جاي كده انقله منين من هنا وامشيه لغاية ما اوصل بيه لغاية هنا داخل جوه، بعدين نحط الوردة النقطة دي لغاية ما أوقفه هنا، أدي الورد. وبعدين المسمار ده اللي هو البن برضو باجي أجيبه من هنا من المنتصف، أجيبه هنا، يبقى ده اسمه توافق الأبعاد. نشيل الأبعاد كده، تلاقي الإيه الموضوع بقى سهل جدا، مش اي مشاكل. بعد كده باجي برضو اركب العمود ده في الاتجاه ده كده، هو الكي اهو، باجي من اول ليه عشان قطر العمود قد قطر الايه الفتحة بتاعت قطر العمود. العمود بيجي ادخله حول هنا اهو، بالظبط كده. بعدين باجي احط الوردة دي هنا، الوردة دي خلف في الاتجاه ده، بعدين المسمار ده يخش جوه، طبعا انا المفروض ما نقلهوش بالابعاد، طبعا الابعاد ممكن امسحها او اخفيها، لو انا مسحت هذه الابعاد كلها هيظهر المنظر مظبوط. اهو يبقى انا وصلت
ان انا دخلت العمود وبعدين امسح ده ايه طبعا امسحه وامسح اي اجزاء تانية بقى امسحها بحيث ان انا احصل على الرسم. طب طبعا لما اجي انقل ده هنا لان انا عايز بلان فطبعا ده يتشال وده يتشال يتحذف واجي انقل العمود ده من منتصفه اجي احطه في المنطقة دي كده. بعدين الوردة برضه هتبقى هنا اهي وده يدخل فين اول هنا. طبعا الحاجات دي لما اجي اعملها كلها بقى ايه هنبتدي ايه نمسح الاجزاء اللي انا مش عايزها. يعني ده طبعا اجي هنا بالنسبة للجماعة اللي هم بيرسموا الاوتوكاد اعمل له اكسبلود بعدين امسح بقى ايه الاجزاء دي. بعمل هنا حاجة اسمها تريم اشيل بقى الاجزاء هو داخل جوه. وبرضه هنا بنيجي نسقط ده هنا بحيث في الاخر ده هيختفي وده برضه بالاسقاط يبقى البعد ده هنا بالاسقاط بنسقطه هنا لغاية ما نلاقي ان القطر بتاع الكورة ده يبان. يعني في النهاية هنحصل على الاجزاء اهي. طبعا ده عبارة عن قطاع سيكشن بلان اي اي اللي هي هنا. وانا عايز اعمل سيكشن بلان اي مش عايز اعمل سيكشن بلان فهيبان بالطريقة دي. ده البلان بدون سيكشن. ده عبارة عن مسقط برضو رأسي بدون سيكشن وهنا برضو ايه بدون ايه اي سيكشن. ده الشكل النهائي بتاع التمرين بتاعنا ده اللي انا جمعته. لو انا عايز اتفرج عليه ادي اللي هو المجسم ده هيخش في الاتجاه ده. ليه؟ لان القطر ده هو نفس القطر يبقى لازم ده يدخل جوه في هذا الاتجاه. وبعدين باجي الوردة تتحرك لغاية ما جابها هنا وبعدين ده يخش في هذا الطوق يوم ده ما يتحركش ليمين ولا شمال. برضو باجي احط الاول الايه الخبور نازل خبور هنا في المجرى دي بعدين ازق العمود شحت في الهول وبعدين بجيب الوردة او الوشر اخليها تلتصق بالجزء ده المساحة دي بعدين المسمار يربط هنا. في الاخر هنحصل على ايه هنحصل على الشكل بالطريقة دي اهو. يبقى ده التجميع بتاعنا بدون اي قطاع. لو احنا خليناها ده يعتبر الاليفيشن وبعدين ده يعتبر السايد فيو ولو انا بصيت من فوق هيعتبر ده ايه اللي هو البلان بتاعنا اهو. ده يعتبر البلان ده بلان. لو انا عايز قطاع او قطاع بتاعنا ده القطاع بقى بنسميه قطاع اليفيشن اهو. طبعا هنا قلنا ان الويب هنا اصلا ما بيتهشرش يعني ممكن الجسم بيتقطع وبيتهشر يحصل له تهشير زي كده. ده تهشر اهو تهشير وده قلنا بنسميه بارشيال سيكشن. بارشيال سيكشن يبقى اول حاجة اهو يلقي نظرة بعدين كل رسم لوحدها ده بلان اهو
نفسر البلان الاليفيشن، نكبر برضو الجزء ده عشان كل واحد يستوعب الحتة دي، وهنا برضو عشان برضو الناس تبقى واخدة بالها ايه الغرض من ان انا ابين لك بطريقة سهلة وواضحة جدا. طبعا ده اسقاط بتاعت الكورة، هنا برضو نفس الحكاية، ده اسقاط بتاع الايه رأس المسمار اهو، وهنا ده الشكل الخارجي، ده البلان وده الاليفيشن. برضو نوريلك الرسمة مفصلة اهي. ده الرسم النهائي، الاتنين جنب بعض. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.